البوست كونفرتر عكس الباك كونفرتر نفس الشيء بيعطيني دي سي، يعني اذا بدنا نرسم رسمته كمان بهذا الشكل عم بدخل عندي دي سي وبطلع عندي دي سي، عم باخذ انا هون من دي سي سورس هذا سميته في اس او في، عم بيطلع معي في اوت من هون. بحاله الباك كونفرتر في اوت يعني بحاله باك حاله الباك كونفرتر كان عندي في اوت يساوي الديوتي سايكل مضروبه في في اس، والديوتي سايكل باي ديفينيشن لازم تكون اقل من واحد، اقل من واحد، فلازم يكون الاوتبوت فولتج اقل من الانبوت فولتج بالباك كونفرتر. بالبوست كونفرتر رح نشوف انه في اوت يساوي في اس واحد ماينس. اذا هون ايش رح يصير؟ الديوتي سايكل ايش لازم يكون؟ هاي ديفينيشن قلنا اقل من واحد، اذا واحد ناقص شيء اقل من واحد رح يعطيني كمان شيء اقل من واحد، لما بقسم على شيء اقل من واحد شو بصير؟ بكبر. اذا هون عندي الاوتبوت رح يكون ومن ذلك من اسمه بوست كونفرتر. خلينا نشوف كيف البناء تبعه. هي عندنا الاندكتر نفس فكره الاندكتر اللي كان موجود، وبعدين عندي هون هذا السويتش اللي هو رح يكون مثلا اي جي بي تي او موسفيت، عندنا هون دايود، وبعدين عندي الكاباسيتر اللود اي ار، وهي عندنا هون في اوت. حط الاصطلاح تبع الكرنت، هذا هون عندي السورس، هذا السويتش، هاي الدايود، هاي سي، هاي عندي في اوت اللي هو نفسه في اوت هون، عندي هاي ال بلس ماينس، هذا هو الكونفنشن تبع في ال اوف تي واي ال اوف تي الكونفنشن تبعه بهذا الاتجاه. لاحظين شو بيختلف عن الباك كونفرتر؟ الثلاث كومبوننتس هذول نفسهم موجودين الثلاثه بس كان مكان اماكنهم مختلفه. بالباك كونفرتر اذا بنرسم الباك كونفرتر راح تلاقوا عندي كان السويتش هون والاندكتر هون والدايود هون. اوكي اذا بنرسمه الان بالباك كونفرتر كان عندي في اس هون، كان السويتش هون، الاندكتر هون، الدايود هون، وبعدين عندي الكاباسيتر الار اي سي هي واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة. فلما انتقلنا من الباك للبوست الاندكتر راح هون، السويتش نزل هون، والدايود طلع هون. اوكي يعني كأنه هيك عندي هي ال، ال راح هون، السويتش نزل هون، الدايود طلع هون. شو بدك تفهمه بطريقة بسيطة. هلا شوفوا هون شو بصير عندي هلا بفكرة البوست كونفرتر. البوست كونفرتر عم بسكر السويتش، لما بسكر السويتش شو عمالي بعمل؟ بخلي الكرنت يبدا يزيد في الاندكتر مش هيك؟ فكاني عم بخزن طاقة في الاندكتر. وبعدين عند لحظة معينة ايش بعمل؟ بفتح. شو بده يعمل هذا الاندكتر؟ ايش راح يجبر؟ راح يجبر هذا الدايود انه يصير كوندكتينج، راح يحط فولتج كفاية. يعني معلش انا بعيدها وان كانت هي شوي سخيفة بس بعيدها مرة ثانية. الاندكتر وظيفته في الحياة هذا الكرنت لا يمكن يتغير فجأة. الكرنت هذا اللي ماشي فيه لو بده يحط الفولتج اللي بده اياه، الفولتج المطلوب هون بحيث انه يتحول لسورس ويكمل هذا الفولتج، الكرنت هذا يكمل، ما بصيرش دي اي على دي تي يكون انفينيتي، لازم قبل السويتش، قبل مش السويتش هذا كان مسكر؟ قبل لحظه تسكير السويتش ب 1 مايكرو سكند وبعد لحظه تسكير السويتش ب 1 مايكرو سكند ما بصير الكرنت هذا يختلف. بس انا فتحت هذا السويتش، اذا هذا الكرنت ايش لازم ادبر له؟ ادبر له باث يمشي فيه. فالباث اللي راح يمشي فيه هو هون راح يشحن الكاباسيتر، وطبعا هون في لود كرنت راح يمشي هذا اللود كرنت لانه في اوت مش كونستنت احنا فرضناه تقريبا، اذا الكرنت في هذا الريزستر تقريبا كونستنت، فالكرنت اللي اجى من هون راح يشحن راح يزيد شحن هذا الكاباسيتر، راح يعطيني شحن للكاباسيتر، هاي عندي في اوت وهي عندي في اس، وراح نعمل حسابات بنفس الطريقه. اذا راح نرجع كمان نفترض الافتراضات اللي فرضناها هناك انه سي فيري لارج، وهلا راح نشوف لما نعمل السيم باور سيستم اكسرسايز رح نشوف ايش اثر سي لما بكون سي صغير ولما بكبر سي على الريتم.
سي فيري لارج، وراح افترض انه كرنت ان ال از كونتينوس. بدي افترض انه الكرنت في ال بضل كونتينوس، بضل مستمر ما بنزل لزيرو، بضل باستمرار ماشي. في عندي كرنت في ال، نعمل نفس الحسابات الان. هلا رح ناخذ الفتره اللي فيها السويتش مسكر والفتره اللي فيها السويتش فاتح، ونفس الشيء احنا عندنا في عندنا تي اون وتي اوف، مش هيك متذكرين؟ نراجع مره ثانيه التي اون والتي اوف. هاي عندي الفتره كلها، هذه تي، هاي الفتره هي تي اون، وهاي الفتره هي تي اوف، وهون السويتش رح يكون مسكر خلال الفتره هاي وفاتح خلال الفتره هاي. اذا خلينا نطلع اول شيء على الفتره اللي بكون فيها مسكر السويتش. السويتش هذا راح اعتبره انه ايديال سويتش، هو اي جي بي تي راح يكون او موسفيت. ايش صار عندي من كي في ال من هون؟ بي اس تساوي بي ال تي. في اشاره ماينس ولا فيش اشاره ماينس؟ لا، لانه هي احنا شايفين اهميه الكونفنشن انك تكون حاطط اصطلاح واضح، ولا بتلخبط حالك. ما تترك هاي بدون بلس وماينس، ماشي؟ واضح. انا مش يعني بقول انه في ال دائما بوزيتيف هون، انا بس بقول لما يكون الفولتج هون اعلى من الفولتج هون في ال بوزيتيف، ولما يكون الفولتج هون اقل من الفولتج هون في ال نيجاتيف. بس لازم يكون عندي اصطلاح كونفنشن، فاحنا عشان هيك حطينا الكونفنشن هون. لاحظوا في اس بوزيتيف هون ونيجاتيف هون، مش هيك؟ هي البوزيتيف راح هون وهي النيجاتيف هون. اذا في ال تي بتساوي في اس ولا ماينس في اس؟ في اس تساوي نفسها، مش هيك؟ اذا عندي في ال اوف تي بتساوي في اس، مش هيك؟ بس في ال اوف تي حسب قانون الاندكتر شو بتساوي؟ ال دي اي ال اوف تي على دي تي. في اشاره ماينس هون؟ لا لا، فيش اشاره ماينس. ها هي هيك، هذا القانون صحيح. اذا عندي صار هلا هون من هاي بصير عندي هلا دي اي ال تي على دي تي بيساوي في اس على ال، مزبوط؟ واللي حكينا احنا المره الماضيه اذا هذا كونستنت، مش هيك؟ مش في اس كونستنت وال كونستنت؟ اذا دي اي على دي تي كونستنت. هذا بيحكي لي اشاره مين؟ اي ولا الريت اوف تشينج اوف اي؟ الريت اوف تشينج. اذا هو ايش راح يكون الخط هذا؟ يعني بلحظه تسكير السويتش هذا الكرنت راح انكريسز لينيرلي وذ تايم في هذا الاندكتر، اوكي؟ ماشي؟ من هاي اللي بتتذكروا حكينا عنها بالتفصيل المره الماضيه، اذا بحط كونستنت فولتج عبر اندكتر، دي اي على دي تي راح يكون كونستنت، فبصير يزيد، وهيك بتقدر تبني ترانجلر ويف فورم. ترانجلر ويف فورم او سو توث اذا كانك عملت الديوتي سايكل بيكون شو بتساوي. اذا هاي رح هلا هاي هون من عندي بقدر اطلع منها دلتا اي وهو سويتش كلوز، مش هيك؟ التغير في شيء شو بيساوي؟ بيساوي الريت اوف تشينج مضروب في الزمن. الزمن قديش فترة الكلوز اللي هي الاون؟ تي اون، مش هيك؟ تي اون مضروب في ايش؟ في في اس على ال، وتي اون ايش بقدر احط محلها؟ عندي تي والديوتي سايكل، هي الديوتي سايكل مضروبه في كابيتال تي. اذا دلتا اي سي بتساوي دي اس في تي، وبعدين مضروبه في في اس على ال. هاي بتهمني هاي المعادله، اوكي؟ ماشي مزبوط هيك؟ كل ماشي معي؟ هلا حتى يصير عندي ستيدي ستيت كونديشنز، حتى اوصل ستيدي ستيت بده يصير الكرنت اللي طالع التغير الزياده في الكرنت بتساوي النقصان، مزبوط؟ اذا ات ستيدي ستيت كونديشنز، ات ستيدي يعني مش في البدايه، في البدايه يمكن يصير في تغير بالكرنت، بس بعدين بس ستيدي ستيت بيصير الافرج كرنت في الاندكتر زيرو، فبصير عندي دلتا اي سي بلس دلتا اي او بيساوي زيرو. شو يعني؟ التغير في الكرنت خلال فترة السويتش وهو كلوزد زائد التغير في الكرنت وهو فترة السويتش اوبن بيساوي زيرو، يعني اللي ارتفعته راح انزله، فراح تكون اشارة واحد من هدول نيجاتيف طبعا. إذا كانوا التنين بوزيتيف ما راح تزبط لهذا، فواضح إنه راح يصير في عندي زيادة ونقصان. هلا احنا واضح في فترة الكلوز هي الزيادة، لأنه عندي هذا كله بوزيتيف، مش في اس بوزيتيف وال بوزيتيف وتي بوزيتيف ودي سي بوزيتيف، إذا أكيد خلال الفترة هاي عم بزيد. يعني أنا عمالي عارفين في تشبيه هاي إلها هون كأني إيش بعمل؟ عارفين اللي بمسك مثلا زنبرك أو شيء بسحبه وبعدين بفلته؟ في تشابه كثير هون، مزبوط؟ أنا عم بسكر هذا، بشجع هذا الإندكتر إنه يبدأ يسحب كرنت، وبعدين شو بعمل فيه فجأة؟ بفتح السويتش وبتركه، شو بده يضطر يعمل؟ بضرب هون على الهاي كأنه بمشي الكرنت. تشبيه، أحد التشبيهات إذا بسهل عليك إنك تفهمه، بسكر وبعدين بس يزيد الكرنت فيه لهاي بفتح، فالكرنت بكمل منه. طيب هلا بدنا نحسب نفس الشيء، هلا بدنا ناخذ فترة السويتش اوبن. هلا خلال فترة السويتش اوبن فتح هذا، وين صار عندي كي في ال؟ هاي عندي في او. ما دام عندي الفولتج هون خلص ما بيهمني اعرف شو في وراه، مش هذا الفولتج هون لكي في ال، لغرض كي في ال. كي في ال
وهذا بفترضه ايديال سويتش مش هيك؟ فالفولتج دروب تبعه زيرو. شو صار عندي؟ عندي هون في او، عندي هون في اس، وعندي هون في ال تي، مزبوط؟ فبصير عندي الان بحاله الهاي شو بصير عندي حسب كي في ال؟ بصير عندي في اس. اذا بدك تحطه في اس بيساوي هذا زائد هذا مش هيك؟ او العكس. او العكس ايش؟ انه في سي بصير في جي اس بلس في اس. هل بصير اقول في اس؟ ما هذا عندي بلس ماينس، هذا بلس ماينس وهذا بلس ماينس، عشان هيك عملنا كونفنشن مزبوط. فعندي هذا زائد هذا بيساوي هذا مزبوط. فبصير عندي في اس بيساوي في ال اوف تي زائد في اوت مش هيك؟ اذا في ال اوف تي شو بيساوي؟ بيساوي في اس ماينس في مزبوط. لاحظين الاشارات الكونفنشن ليش مهمه ولا كانت تلخبطت في هاي مزبوط؟ شايفين ليش الكونفنشن مهم؟ احنا لما قلنا في او ايش حطيت انا من المباشره من البدايه؟ بلس وماينس. لما قلت في ال ايش حطيت؟ بلس وماينس. ولما حطيت في اس واضح انه هون من اشاره البطاريه هاي بلس وماينس مش هيك؟ لو ما حطيت هدول الكونفنشنز ممكن كانت تلخبط في كي في ال. هلا اذا بدك يمشي حوالين اللوب، انتوا ايش عم تعملوا؟ كيف تعملوا كي في ال كنتوا؟ بصير تمشي حوالين اللوب، اذا بدك تمشي حوالين اللوب مجموع الفولتجز حوالين اللوب زيرو، بس بدك تنتبه انك الاشاره واحدة منهم رح تكون ماينس مش هيك؟ رح ترجع هي نفسها على الجهة الثانية في اس. او بتقدر تقول حسب كي في ال الفولتج من النقطة هاي للنقطة هاي متساوي بغض النظر عن الطريق اللي بمشيها. ديفيجن. تمام، إذا من هون لهون الفولتج لازم يكون الفولتج نفسه من هون لهون لهون لهون، مش هدول نفس النقطتين؟ إذا هيو في اس بيساوي هاد زائد هاد، والإشارات صحيحة لأنه هذا عماله بيجمع مع هاد مش هيك؟ البلس جاي على الماينس، فالفولتج هذا بيجمع مع الفولتج هذا ماشي؟ اذا هاي حسب كي في ال من هون. نفس الشيء هلا بنطبق نفس اللي عملناه من هون. في ال اوف تي شو بيساوي؟ بيساوي شيء كونستنت مزبوط؟ في اس كونستنت. طب وفي او؟ احنا فرضناها احنا كونستنت، احنا رح نضلنا نشتغل هلا في هاي الدائره لا يوصل عندي في او كونستنت، ورح نشوف في النهايه انه فعلا بيطلع كونستنت. هلا رح نعمل السيم باور سيستمز سيميوليشن. اذا هذا صحيح في ال بس شو بتساوي؟ في ال اوف تي نفسها بتضلت نفسها مش هيك؟ ال في دي اي على دي تي، اذا دي اي ال على دي تي بتساوي في اس ماينس في او على ال مش هيك؟ مضبوط؟ مضبوط. هي الاشاره من هون. هلا هاي صارت عندي جاهزه، صار بدي هلا احسب دي اي او فتره هو السويتش فاتح التغير في الكرنت مضبوط؟ شو بده يساوي؟ نفس الشيء التغير اللي هون مضروب في الزمن، الزمن هو تي اوف او واحد ماينس ديوتي سايكل مضروبه في كابيتال تي وفي في اس ماينس في او على ال. شو بتلاحظوا من هاي الشغله هون التغير؟ التغير قلنا هذا اكيد بوزيتيف مش هيك؟ هذا لازم يكون بوزيتيف. اذا هاد زائد هاد بدهم يكونوا زيرو، شو لازم يكون هذا؟ طب هذا كيف بده يكون نيجاتيف وهي في اس ماينس في او على ال؟ في او اعلى. اوكي؟ لازم تكون في او اعلى، واضح؟ ماشي؟ الكل فاهم هاي؟ لازم تكون في او اعلى ولا مش رح تنحل، ما بتنحل معنا. اذا هاي صارت عندي هلا هاي جاهزه، صار عندي جزء من المعادله جاهز، المعادله هاي هي جزء جاهز وهي الجزء الثاني جاهز. اذا هلا بنقدر نحطهم الاثنين مع بعض. اذا خلينا نحطهم هون، هلا رح اجمعهم جمع لانه هيك احنا الهاي وهي الاشاره وقتها رح تطلع معي. خليني طيب نحطها هون. اذا صارت عندي هلا دلتا اي سي زائد دلتا اي او بدها تساوي زيرو. دلتا اي سي بتساوي دي سي بيرسنت في تي في في اس على ال زائد هاي اللي هي 1 ماينس دي سي بيرسنت تي في اس ماينس في او على ال بتساوي زيرو. شو بقدر اشطب مباشره اسهل على حالي؟ عندي تي مضروب في التنين مزبوط، فبقدر اتخلص من تي والال كمان بقدر اتخلص منه. خليني امحي شوي، وين نمحي؟ خلينا نمحي هاي. هلا ناخذ هون عندي هاي شو بتصير؟ هذه في اس في دي سي، بعدين عندي واحد في في اس مزبوط. في شيء ثاني زائد في اس، بعدين ايش عندي كمان؟ ناقص في اوت، بعدين عندي ماينس في اس دي سي زائد في او دي سي مضبوط. في اشياء بتشطب معي، عندي في اس دي سي وماينس في اس دي سي بقدر اشطبهم. بدي اجمع هلا اللي فيهم في او مضبوط، في عندي هون في او وفي او، فرح يصير عندي هلا في اس بتساوي ننقل في او على الجهه الثانيه وهاي بتنقل على الجهه الثانيه
إذن تساوي VO 1 minus DC percent. بس أنا الـ output مين هو اللي بدي أحطه بدلالة الثاني؟ VOUT. VS أنا عارفه، أنا ما بسأل VS بدلالة VO، أنا بدي VO بدلالة VS. إذن شو بدي أقول؟ VO بتساوي VS على 1 minus DC percent اللي هي كنا نحكي عنها المعادلة الموجودة. إذا واضح هون كمان من هاي واضح إنه أكبر، بس إحنا كنا شايفينها هون أصلاً، انتبهنا عليها هون مظبوط، لازم يكون. فالكرنت شو رح يعمل الآن بالإندكتر؟ رح يزيد وينزل يزيد وينزل، وإذا كان هالديوتي سايكل 50% رح يصير ترينجولر ويف فور. إذا كان ها مش 50% رح يصير شكلها زي المنشار، ها رح تطلع زي السوب. إذا هاي صار عندي هدول هم الطريقتين، البوست كونفرتر والباك كونفرتر. واضح إنه هدول في هاي الحالة عندي عم بنزل الفولتج هون، عمالي برفع الفولتج، وزي ما حكينا ما فيش باور فور ناثينج فروم ناثينج، لانه لما برفع الفولتج شو بنصير عندي؟ بنزل الكرنت. فهون اللود هذا مزبوط بعطيه كرنت اعلى، بس بعطيه فولتج اعلى بس الكرنت رح يكون اقل، والعكس هون، هون عم بعطيه فولتج اقل فالكرنت اعلى. يعني اذا كان في مشكله بالباور، حسب قديش الباور اللي بتنتقل، الباور بتنتقل من هون لهون. اذا هذا لوسلس يعني هذا الكاباستر ايش ايديال، وهذا ايديال سويتش، وهذا ايديال سويتش، وهذا ايديال اندكتر. الباور اللي بدها تدخل هي نفس الباور اللي بدها تروح في هذا الريزيستر، مزبوط. بس لكن رح يكون عندي في الحاله الواقعيه هذا الاندكتر رح يكون في شويه ريزيستنس، هذا السويتش رح يكون في عليه فولتج دروب، مش هيك؟ وهذا السويتش احتمال ايش هذا يكون السويتش؟ يا موسفيت يا اي جي بي تي. تمام ماشي؟ اذا هدول هيك بنكون خلصنا الباك والبوست كونفرترز.